جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: كنت مسافرا وعند دخول وقت صلاة المغرب توقفت ودخلت مسجدا في محطة بنزين وصليت المغرب جماعة، ثم صليت ركعتين قصرا بنية العشاء مع جماعة يصلون المغرب، هل صلاتي صحيحة؟ هذا لا يصح، لأنك إذا صليت مع جماعة يقصرون الصلاة إنك تقصر معه وأنت مسافر، وإن صليت مع جماعة يتمون الصلاة فإنك تتم الصلاة ولو كنت مسافرا. هذا هو السنة، أي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس. وأنت الآن صليت مع إمام لا يقصر، ليست صلاة قصر، صلاة المغرب ليست صلاة قصر، الواجب عليك أن تتم صلاتك مع هذا الإمام. نعم.